حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم الى حلقه جديده من برنامج المشهد المخصصها للحديث عن عيد الفطر المبارك، عن احكام هذا العيد وعن احكام زكاه الفطر وعن آداب واحكام العيد كذلك. كل هذا واكثر سنناقشه في هذه الحلقه من برنامج المشهد مشاهدينا الكرام، ويسعدنا يكون معنا لنقاش هذا الموضوع الاستاذ الشيخ احمد والزوين، هو شيخ وداعيه. اهلا وسهلا بك استاذنا. طبعا يعني عيدكم مبارك. في البداية يعني لو حدثنا عن مكانة العيد في الإسلام بشكل عام، خصوصا عيد الفطر المبارك الذي يأتي بعد شهر الصوم والقيام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، بشرح لي صدري ويسر لي أمري، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تبرأت من حولي وقوتي واتصلت بحول الله وقوتي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيدكم مبارك، تقبل الله منا ولكم الصيام والقيام. لا شك أن الله سبحانه وتعالى شرع العيد، وكان أول عيد للمسلمين كان بعد غزوة بدر. كان هذا العيد له طعمه الخاص، إنه كان بعد أول انتصار للمسلمين في المعركة الفاصلة وفي المعركة التي كانت فرقانا بين الحق والباطل. كان هذا أول عيد للمسلمين، صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، احتفله وأصحابه بهذا العيد. والعيد في الإسلام له وضعه، وشعله الله سبحانه وتعالى وقت فرح، وقت سرور، وقت ابتهاج. فرح بنصر الله سبحانه وتعالى للمسلمين، وفرح أيضا بأن المؤمن أكمل شهرا كاملا من الصيام ومن العبادة والقيام والجد والاجتهاد، فيأتي هذا اليوم يوم يفرح فيه المؤمنون وتجتمع فيه كلمتهم على ذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهو وقت لتكبير الله سبحانه وتعالى، وشعور المؤمن بهذا العيد وبعظمته. لا يستطيع المسلم، كيف يتصور الإنسان كيف عاش أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأعياد في الإسلام، لأنها كانت تأتي بعد معارك فاصلة وبعد اجتهاد وجد في العبادة. هذا ليكون الإسلام ليس دين رهبانية وليس دين جد واجتهاد فقط، وإنما فيه الفرح وكذلك وفيه السرور وفيه الابتهاج، حتى يعلم اليهود أن في ديننا فسحة، دعهم فإنه يوم عيد. كان هذا يوم العيد جعله الله سبحانه وتعالى يفرح فيه المؤمنون ويجتمع فيه المؤمنون، تجتمع فيه كلمتهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج فيه حتى الحيض، تخرج فيه، يخرج فيه الصغار، يخرج فيه، لأنه وقت لإظهار قوة المؤمنين واتحاد كلمتهم وفرحهم وسرورهم باكتمال هذه العبادة العظيمة. ودائما الأعياد في الإسلام مرتبطة دائما بالعبادات. عيد الفطر يأتي بعد أن يكمل الناس صيام رمضان، وعيد الأضحى يأتي في أثناء ركن أركان الإسلام هو الحج. جزاك الله خير. طبعا يعني شهر يعني عيد الفطر طبعا يمتاز انه اوجب الله فيه زكاة الفطر، يعني نتحدث عن يعني احكام هذه الزكاة بشكل عام، عن حتى صلاة يعني عيد الفطر ايضا. بالنسبة لزكاة الفطر، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من اقط، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحر والصغير والكبير، هي فريضة على كل مسلم. كل مسلم وكل مسلمة فرض الله سبحانه وتعالى عليه، فرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزكاة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم حكمتها أنها طهرة للصائم من اللوء وطعمة للمساكين، هي تطهر الإنسان ما وقع فيه من اللوء وما وقع فيه من الرفث في أثناء رمضان، وهي كذلك تكفير وطعمة للمساكين، يدخل الإنسان بها السرور على الفقراء المسلمين، وهي تدفع للمساكين. وهي حدها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها صاعا من تمر، الصاع هو
كيلان ونصف، هذا هو مقدار زكاة الفطر. واختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في إخراجها من النقود، فمذهب جمهور أهل العلم أنها تخرج طعاما، وذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز إخراجها نقودا، منهم معاذ بن أبي شبل، ومنهم عمر بن عبد العزيز، ومنهم الإمام البخاري والإمام أبو حنيفة. هؤلاء هذه المجموعة من أهل العلم وهذه الطائفة من أهل العلم ذهبت إلى أن زكاة الفطر يمكن أن يخرج الإنسان نقودا، أي ما يقابل صاعا، ما يقابل كيلين ونصف من النقود، يعطيه الإنسان عن ويدفعه الإنسان عن من تجب عليه نفقته من زوج أو أولاد وأبوين فقيرين، كل من تجب على الإنسان نفقته يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر. وقت هذه الزكاة هو أن تخرج قبل الوضوء إلى المصلى، يوم العيد قبل أن يوضو الإنسان إلى المصلى يخرج زكاة الفطر. ولذلك يستحب أن تؤخر صلاة الفطر حتى يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر، ويمكن أن يخرج الإنسان في الليل في ليلة العيد، يمكن أن يخرجها قبل عيد الفطر بيوم أو يومين، كل ذلك جائز إن كان الإنسان أن يخرجها فيه. الآن يعني هناك ربما في يعني قضية مسألة النقد والنقود وال هناك يعني جدل ربما كبير على وسائل التواصل، ويعني دفعها لأهل غزة أو دفعها للأقربين يعني من الفقراء والمساكين، يعني هذه الإشكالية يعني مطروحة إلى حد ما خصوصا في زماننا هذا بشكل عام. هي قضية إخراج الزكاة نقودا هذا محل خلاف بين أهل العلم قديم، لا يحسمه وترشيح قول عقولي، وإنما هو محل خلاف قديم بين أهل العلم، والمرجع فيه إلى كلام أهل العلم، أما ضواء الناس وكلامهم فيه فلا عبرة به، المعتبر فيه هو كلام أهل العلم، وهي مسألة خلافية قديمة من أيام الصحابة ومن أيام التابعين اختلف فيها أهل العلم، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تخرج طعاما، وأن هذا هو الذي أخرجها من النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب طائفة من أهل العلم نظرا إلى مقصد الشرع هو طعمة المساكين وإدخال السرور، أن السرور وأن حاجة الفقير أكثر هي للنقود منها إلى الطعام، هذا يراه كثير من أهل العلم. وقضية إخراجها لغزة هذا أفتى به كثير من أهل العلم وهم أهل لذلك، فأفتى به شيخنا الشيخ محمد حسن الددو بجواز إخراجها، وأنها ينبغي أن تخرج إلى أهل غزة وأنهم أولى بها في هذه الفترة، خصوصا أنهم يعيشون وضعا صعبا وتكالب من أعداء الله سبحانه وتعالى عليهم، فهذا رأي من لأهل العلم، ينبغي أن نقدر أهل العلم وأن نحترمهم وأن نعلم أن المرجع في الشريعة هو كلام الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهم أهل العلم الراسخين وغيرهم لا عبرة بكلامه ولا بتدويناته، فهي لا عبرة بها، وإنما المعتبر كلام أهل العلم ونقول العلماء الراسخين في أهل العلم، ونقاشهم نقاشا علميا هو الذي ينبغي أن يسعى الإنسان إليه. يعني أيضا هناك ربما نتحدث الآن عن آداب العيد، يعني نعرف أن الله تبارك وتعالى شرع يعني الإسلام شرع الفرح والسرور في هذا العيد، يعني محدود يعني هذا الفرح كيف يكون، يعني كيف يكون هذا الفرح في العيد بشكل عام، هل هو مختصر على فرح معين محدد أم قبل أن أجيب على سؤال عيد قليل السؤال الأول، قضية إخراج زكاة النقود هي مسألة خلاف بين أهل العلم، ومن رأى واقتنع بأنها بهذا الرأي فهو رأى رأي كبير لطائفة كبيرة من أهل العلم، ورشحه مجموعة من أهل العلم بإخراجها نقودا، فمن أحب أن يخرجها نقودا فلا حرج عليه بذلك، ومن أحب أن يلتزم بالأصل وأن يخرجها طعاما فلا حرج عليه، المهم ألا تكون سببا للخلاف تكون سببا للغط الكثير الذي لا عبرة به ولا قيمة له، وإنما يثير كثيرا من الأمور التي لا تنبغي. فاختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هو اختلاف أهل العلم، هو رحمة لهذه الأمة وسعة شريعة الله سبحانه وتعالى، جعل الله سبحانه وتعالى شريعة واسعة وتسع الخلافة، وكل يأخذ بما يراه وما ترجح عنده،
ولا كنا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في السفر منا الصائم ومنا المفطر، فلم يعيب الصائم على المفطر ولم يعيب المفطر على الصائم. ممتاز. بالنسبة لآداب آداب العيد. العيد، العيد له كثير من الآداب، من آدابه قضية وهذه واجبة إخراج زكاة الفطر، منها أيضا الاغتسال قبل الخروج إلى صلاة العيد، أن يغتسل الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل قبل أن يغدو إلى المصلى. منها كذلك الأكل قبل الخروج في عيد الفطر، لأن عيد الفطر كان الإنسان فيه صائما، فيظهر أن الصوم انتهى، فيفطر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر يأكل تمرات قبل أن يغدو إلى المصلى، ويأكلهن وترا لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فهذا من آداب الإسلام، هو أدب مهم، إظهار أن فريضة الصوم انتهت، وأن جاء يوم عيد الفطر، وأنه يحرم صيامه، وأن المرأة أيضا مبتهر لأمر الله سبحانه وتعالى، إذا قال له صم صام، وإذا قال له أفطر أفطر. كذلك من هذه الآداب أيضا، منها أيضا تكبير يوم العيد، وهذا مظهر مهم، أن يظهر المسلمون يكبرون الله سبحانه وتعالى في وهم يغدون إلى المصلى، وهم جالسون أيضا ينتظرون الإمام. هكذا كان السلف يكبرون حتى يخرج الإمام، ويكبر الناس في طريقهم إلى المصلى. وفي عيد الأضحى التكبير يتواصل في أيام التشريق. أما في عيد الفطر فالتكبير يكون قبل أن يغدو الإمام إلى المصلى، يكبر الناس، وهذا التكبير إشعار بقول المؤمن الله أكبر، هذا إشعار منه بأن الله سبحانه وتعالى هو الأكبر وهو الأعظم عنده من كل شيء. وصيغة هذا التكبير أفضله هو الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، وفيه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا من الآداب التي ينبغي أن يسعى الناس إلى إظهارها، وإظهار هذا التكبير وشعور وامتثال لقول الله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. منها أيضا من هذه الأداب التهنئة بالعيد، فكون الإنسان يهنئ أخاه بالعيد، تقبل الله منا ومنكم، هذه الكلمات الطيبة تترك أثرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدق، والله تعالى يقول وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدو مبين. كون المرء يبادر إلى إخوانه يهنئهم، وهم أيضا يبادرون إلى تهنئته، هذا مظهر مهم، وتكافل اجتماعي أيضا مهم. منها أيضا التجمل للعيد، أن يتجمل الإنسان وأن يلبس أحسن ثيابه وأن يمس من طيب بيته، فهذا المظهر أيضا ومظهر التجمل. ولذلك هذا المبدأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها المتكبر، بيّن سأل وكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الشمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، كل إنسان يظهر بمظهر لائق، يلبس أحسن ثيابه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الشبة للعيد، وكذلك للشمعة، لأن هذا وقت اجتماع الناس، العلم يقيسون عليها الاجتماعات العامة، كل إنسان يظهر فيها بمظهر لائق ولا المظهر اللائق والتجمل لا يتطلب تكلفا، وإنما المهم فيه أن يسعى الإنسان إلى النظافة وإلى أن يتجمل وأن يلبس أحسن ثيابه. وفي العيد الفقهاء يقولون أن المهم فيه أن الأفضل فيه الجديد وإن كان غير أبيض، خلاف الجمعة فإن الأفضل فيه الأبيض وإن كان غير جديد. من هذه أيضا من هذه الآداب أيضا كذلك أن يذهب الإنسان من طريق ويعود من طريق أخرى، فإن السماء كان الصلاة. يخالف الطريق، إذا كان يذهب إلى الصلاة يذهب من طريق ويعود من طريق أخرى، وهذا إظهار أيضا لشعائر الإسلام، وإظهار أيضا بإمكان الإنسان أن يلقى في هذه الطريق الإمام، يلقى في هذه الطريق ناس يقضي لهم حاجاتهم، وفي الطريق الأخرى أيضا يلقى ناس، كذلك أيضا ناس أخرى
تلقى أناسا هناك فتسلم عليه، تلتقي مع أناس آخرين، وهكذا يظهر مظهر التكامل ومظهر الاتحاد والقوة والفرح بين المسلمين. من الآداب أيضا المهمة في العيد إظهار الفرح والسرور. هذا ليس يوم زهد زائد، ولا هو فعلا يوم العبادة، لكن العبادة المضبوطة في ضوابط الشرعي، والفرح من العبادة، لكن ضابطه أن لا يصل إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. إذا كان في حدود المباح فلا حرج فيه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شاهد لعب الأحباش في المسجد في يوم العيد يلعبون بالحراب، والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهدهم، وكذلك زوجه عائشة رضي الله عنها وأرضاها تشاهد هذا المشهد. فهذا إظهاره للناس ولعب الأطفال وإظهار السرور في هذا اليوم، هذا لا حرج فيه، ومن الآداب المهمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. طبعا نعرف أنه يعني بخصوص الفرح يعني الأعياد يعني أول عيد يعني كما ذكرت سابقا جاء بعد يعني انتصار للمسلمين في غزوة بدر الكبرى، أول انتصار للمسلمين. يعني هذا العيد والأعياد الأخيرة أصبحت تأتي ربما في زمن إلى حد ما انكسار للأمة، يعني شرح نازف هناك في فلسطين خصوصا في غزة. يعني هل يمكن نقول أنه يعني نحد من الفرح مثلا في هذا العيد نتيجة لكذا، أم يعني من المطلوب يعني منا شرعا في خصوصا في الأعياد، يعني في خصوصا في ذي يعني هذه الظروف مثل هذه الظروف التي تمر بها الأمة بشكلها؟ هو الأصل هو هذا، والأصل هو الفرح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فعلا يحزن الإنسان ويشتد حزنا وألما لما يرى من واقع أهلنا في غزة. المحزن في واقع أهلنا في غزة ليس أن الأعداء تكالبوا عليهم، وإنما المحزن والمؤسف هو خذلان العالم العربي والإسلامي لهم، أن مليونين من المسلمين وزيادة يبادون إبادة جماعية، والأمة تتفرج عليهم وتتفرج على الأطفال وهم يقتلون، وعلى النساء وعلى الرجال. ففعلا كما ذكرت يمكن الإنسان أن يحد من هذا الفرح، وأن يكون أيضا هذا العيد مصحوبا بدعاء، مصحوبا بألم، مصحوبا بحزن قليل، وكذلك أيضا بتذكير بهذه القضية. المهم هو أن يغرس الإنسان في قلوب أطفاله وفي قلوب المصلين خصوصا الأئمة في هذا اليوم في يوم عيد الفطر، أن المؤمنين كما أنهم يفرحون هنا أن لهم إخوانا في غزة يحتفلون بالعيد تحت القصف وتحت الطيران وتحت الركام، ركام أماكنهم متدمرة، وهكذا يجعل الإنسان يتذكر حال إخوانه فيتألم لآلامهم ويعيش معهم آمالهم. وهم كذلك أيضا أملنا كبير في الله سبحانه وتعالى أن محنة غزة ستنتهي، وأن النصر قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. يظنه الإنسان تحسبونه يحسب الإنسان قريب بعيدا، ولكنه قريب. متى إن شاء الله حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. إن شاء الله نصر الله أن يفرج حال أهلنا في غزة. يعني شيخنا يعني قبل يعني نهاية الحلقة، هناك أيضا يعني بعد آخر في العيد ربما جميل جدا هو صلة الرحم يعني بين المسلمين والأقارب، يعني لو نوهنا إلى هذا المجال في أيام العيد بشكل عام. فعلا هذا وقت فعلا مهم لصلة الرحم خصوصا في المدن، لأن الناس نظرا للمشاغل ونظرا لضغط العمل في المدينة الناس لا تجد وقتا لتزاور ولا لصلة الرحم، فيكون يوم العيد يوم مناسب، وأيام الأعياد أيام مناسبة، أيام كذلك الراحة العطل مناسبة لصلة الرحم، لأن الرحم معلقة بالعرش. والله تعالى قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، أولئك والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. والرحم معلقة بالعرش،
من أحب أن يبسط له في رزقه ويسأ له في أجله فليصل رحمه. هذه الصلة تكون بالزيارة، تكون بالهدية، تكون بتفقد الأحوال. مهم أن يسعى الإنسان في العيد إلى أن يصل أرحامه بما يستطيع، وعلى الأقل أن يتصل بهم هاتفيا إذا لم يستطيع أن يزورهم ويتفقد حالهم ويواسيهم بما يستطيع. شكرا جزيلا لكم الأستاذ والشيخ والإمام الشيخ أحمد والزوين، وشكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى أن نلقاكم في حلقة أخرى عن برنامج المشهد. في أمان الله.